يا جماعة، كما تعرفوا كل عام عنا انتخابات، فلذلك انا عبطت الببليكاسيون في الباج فيسبوك متاعنا قفسي اوفيسيال، وحبيت نشوف كل واحد محبته عند العباد قداش. وتوا باش نقولكم عن النتيجة، واللي باش يجي الاول هو اللي باش يولي رئيس العصابة، واللي باش يجي في المرتبة الثانية هو الوزير متاع رئيس العصابة. يا القفسي، والله زايدة الانتخابات اللي تعمل فيها ظاهرة شكون باش يربح. عمبو القفسي هو اللي باش يربح، عندي برشا ناس تحبني من تونس وخارج تونس زادة. يا ولدي شفيك ما يتحب، انت راجل كبير وفاشد، هملتها الشياب تونس الكل يا ولدي هملتها، كان انت الكلها شعبي ولا تلوج وتحب تعرف شنية الشيط لاجرق يا ولدي، فشتها انت الشياب الكل فشتها. هاي سكر علي فمك، جاي باش تشوش على النمي لهنا. يا القفسي صاحبي باز ولد سميرة يقتحم وكلمته ديما يقولها وما يخاف من حتى واحد، باز انا صاحبي اللي باش نربح في الانتخابات. يا زيبي ولد سمير وخرا بخة وريحة البص متاع بخة، راي مش يسيلة صاحبي، راك تفسي فسية طيح بها أربعة بالكاوو، تحسبها سيلة انتي الحكاية؟ القفسي يعطيهم من الاخر خويا روح الزبدة، قول لهم بخة هو اللي يربح في الانتخابات. يا ثميرة صاحبي يا ثميرة، برث امك عندك في سبع تباثير. يا جبا اشتنيك بيه سبع تباشير، برث امك اشتنيك بيه يا جب. حسب رايك يا ثميرة، بثنيك نحفيه البخة في زعبه من اللوتة. يا بخا صاحبي راي الناس الكل مكرزة منك، راهو من الخمز متاعك ومن الخرا ومن البص، زبي راك مثهور بخريتك، راي عبيد مثهورة زبي ببدنها بصوتها، من عرفت انا زبي انتي مثهور بخرية يا بخا، خريتك الزبي راحتها تتثيف، تصور انتي خرية الريحة متاعها تتثيف ما تتثمث زبي، تثوفها تبثوف في الزكمة ريحة الخرية متاع بخا. هاي الولاد سيلونس، شنو توا كان كل واحد فيكم باش يقول كلمه باش نيكم بيتو لهنا، هيا ما عادش حتى واحد يتكلم. توا باش نبدا نسمي بالواحد بالواحد، باش نبدا من اخر واحد وانا ماشي. بخا صوتولك كان 25 واحد، ديزولي صاحبي انتي الاخراني ان شاء الله العام الجاي. ولا ذب يا بخ، مازلت قاعد تعمل صاحبي هوني بعد بصك وقحبك وفاسياتك وذبي، زيد لخر يا صاحبي لخر يا بخ. يا القفسي صاحبي اقسم بالله في بيني بيك راك قاعد تغش يا القفسي، علي صاحبي ما بنيتش باول واحد حطيكش الاخر واحد، ديريكت خويا بخ ديريكت صاحبي بديت بخ يا خويا، ارجع لي للفار ارجع لي للفار يا القفسي خو، انا حاسك قاعد تغش يا القفسي، ارجع لي للفار خويا توا توا ترجع لي للفار. يا بخ 25 واحد صوت لك تي هاك حشيتو يا ولدي، ال 25 اللي صوتوا لك ظاهر فيهم عندهم نفس البعران اللي عندك منه. وفي المرتبة اللي قبل الاخرة يجي بابا 75 صوت. الا غالب بابا قتلك نحي السروال اللي بالقلوب والبس حاجة في عمرك تواتيك، ما حبيتش ديزولي بابا. ايوه محسوب، عامل لي تصويت وانتخابات باز باش تربح انتي مادام عامل الفيلم الهندي هذا الكل. انت معناها انت تو ماشي في بالك كنت باش تربح وباش تولي رئيس العشاب، انت شبيك انت حاجة واحدة تولي فيها رئيس العشابة هي الخرطة، خرطة شعبي انا شعبي نعلق لك نجوم متاع رئيس العشابة في الخرطة. اقعد في سر ماما هاني مروح. وانت يا القفسي من اليوم ما عادش تعيط لي، لنمثل معاك لنصور معاك، اتو نوريك انا في المرتبه اللي قبل الاخره عمبو القفسي وما ادراك في المرتبه اللي قبل الاخره، معناها المنيك اللي بجنبي هذايا قبلي. باهي يا القفسي باهي، ما تنجمش حتى تخش شويه طلعني شويه في المرتبه، ربي يهديك. يلا غالب يا بابا ولا ليو مني، هذه العباد هي اللي انتخبت
ادخل باج قفسي اوفيسيال على الفيسبوك وتو تلقى تصويره وشوف العبيد قديش حطولك من جيب. وفي المرتبة الرابعة نلقاو شلومة صوتولو 90 واحد. برجولية القفشي 90 واحد شوت لشلومة برجولية شبيبة ياشر يا اخوي. مرتبة الرابعة راي ماهيش خايبة معناها نعم جهي شعبي نجم جهي مرتبة ثانية نجم جهي مرتبة الاولى ثالثة تعرفش عليها شعبي برجولية من مرشي يا اخوي نيش الكل شوتت لشلومة والمرتبة الرابعة راي شبيبة المهم شعبي مانيش في المرتبة الاخرى كما كبخة متاع جبي ومش جي القاعد يا ودي يا ودي نايك خرية في وجهه هذا يا شعبي نايك خرية مش خيشة في وجهه مش جي القاعد يا بخة شعبي انا ننجحك برا نيك جمل وهجر الجبي نيك هجر نيك جمل وبرميل بالمية شعبي ونيك هجر اخويا من شحرة لشحرة خويا برا خبي وجهك راو تحشيتلك قحبك وبشك وبعرانك وفشيتك وجبي وجيت في الاخر الجيب. وفي المرتبة الثالثة ولد سميرة جاب 471 صوت ولد سميرة يقتحم. يا القفسي صاحبي معناتها جبا السهويك البهلول اللي ديما متحشيتلو يجي قبلي ولد سميرة يجي بعد الجبة بعد اقتحامي وقحبي نجي بعد الجبة نيكم مغرب. يا بخة صاحبي مازلت قاعد انتي راك في المرتبة الاخرى يا بخة برا صاحبي كيما قالك شلومة شوف جمل وهاجر صاحبي هاجر عبر القارات صح انا نحرق لك في جمل نوعدك ولد سميرة يحرق لك في جمل. والله يا سميرة تونيك نفسي عليك فسية لهنا تينيكم وشعرك ما يتحجم صح فسية واحدة اخويا نحجم لك شعرك سيبوه اخوي سيبوه زبي اخوي اتونيك نحرك في جمال اخويا واتونيك نهاجر ابعدوا الزب. يا سميرة احمد ربي صاحبي غيرك في المرتبة الاخرى المرتبة الثالثة راهي ماهيش خايبة جملة. وفي المرتبة الثانية باز عرفتوه شكون عجب إشنية الحكاية هذي اتجبى في المرتبة الأولى جايب 2670 صوت والقفسي في المرتبة الثانية جايب 1220 صوت إشنية هذي الحكاية تفادليك هذي ولا إشنية ولياي عرفتها صاحبي باسم في الأول سبيك هذي تذبى راني غوريلا حاربها بصبعي الصغير تذبى راو يدي صاحبي سبيك تذبى 50 وذبي ولا تذبى ذي في المرتبة الأولى يذبي. يا القفسي صاحبي برجولية احشيها معاك تجبى تجبى باش يولي نمبر وان وهو رئيس العصابة والقفسي نمبر تو هو وزير رئيس العصابة. يا رسول الله يا رسول الله تقول ليش تجبى باش يولي ديريجي فينا ويحكم فينا شكون يمثل وشكون ما يمثلش. يا بخل توا قاعد انتي تقوم نيك روح مخي بزب ورم وجهك. يا سميرة معاش تضرب نيك انا اقصب لي تطيح اقدر صاحبي قدر فيك را من وقت انتي تضرب وانا رجع را ورد بيرك يا سمير. يا ولدي انا قدر تحكي عليه يا بخة تي ترمتك عندها قدر اكثر منك يا صاحب. ما تخافش يا سميرة الزبا راه ما عندوش الحقرة راه الزبا عمره ما كان حقار صاحبي الناس الكل بتبقى تخدم على رواحها تزيد فوق الماء. اما راهو الذب نحبكم تعرفوا راهو الزبا ما وثق القفي راهو الزبا صعيب راهو ردوا بالكم بس نزيب معايا عصا زيتون اللي بس يزيب مخر للترناز اللي بس يبدا يتموعق على الذبي كل سيكونس يعودها مرة واثنين ورا الذبي بس نركح فيه بعصا الزيتون على ترمته هاكا منطوى في بالكم الناس الكل ثواثي لهنا انا نمبر وان القفي نمبر تو ردوا بيركم قمروها الزبا نمبر وان هذي نحبكم تحطوها في زب ورم بخاخكم. يا تشاميرة شعبي يدي القفشي يبقى كبير يدي الكبير يبقى كبير حتى كان القفشي شعبي نمبر تو القفشي شعبي يبقى كبير شايب عليك يا تشاميرة من الكميمش اللي تعمل فيهم شاه. برزولية الوليد حبيت نذكر 2670 واحد اللي غطسوا صباحهم الوسطاني في الحبار وصوتوا نعم الزبا. انا برزولية فخور زدا بالمبادرة هذي فخور زدا زدا بالبيفيديوث بليلا روس اللي سهل التبيعة ويسهل عملية الهضم وذبي حبيت نذكركم الناس الكل واحلى صعب الزبا. ونورمال يا القفسي صاحبي ما تحط سي في مخك هاك انتي صاحبي عام كامل انتي رئيس العصابة مثال صاحبي توا بس تولي وزير رئيس العصابة نورمال صاحبي القفسي والزبا راهم واحد
اما تزبا هو نمبر وان رو عادي يا القفصي يصير صاحبي، وانتي نمبر تو، مرة عندي ومرة عندك يا صاحبي. يا القفصي صاحبي برجولية احشيها معاك تجبا، تجبا باش يولي نمبر وان وهو رئيس العصابة، تجبا باش يولي نمبر وان، 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 تجبا باش يولي نمبر وان. يا القفصي بعد قحبك وفيديوهاتك اتجبا يقلع لك بلاستيك، اتجبا يا رسول الله، وينك يا القفصي؟ ها هكا يا القفصي جيبه يمثل معاك وتدخله في الجو، في الاخر يغور لك على بلاستيك، نمشي نيك انا قفصي نمرو اثنين ولا نمشي نيك صاحبي؟ اتجبا بشي ولي ديريجي في الناس الكل، لا هذي قلت له مسكتو. في بالك تجبا ربح حكاكة؟ ما ريتوش وقت يفرق في الجوانت عن الناس باش ينتخبوه، انت وقت تنيك في النوم سي القفصي. هيا سي نمرود هاوك صباع بعثرة وتثربية بيه يا زادة، غدوة تصوت لتزبا يا ولدي، مسيس تصوت للقفصي. يا ميمتي يا ميمتي، باز باش نصوت لتجبا، المهم القفصي ليه؟ صحيت نمرود، وهوكا كان زيت انا الاول في التصويت، اتو نركح لك ذوق صاحبي ما تخافش. العو صاحبي هوكا صباع بعثرة وغدوة تصوت للزبة بينا عم، يا ولدي مسيس تصوت للقفصي. يا جبا صاحبي يا انا غدوة صاحبي باش نحط لك زوز نعم، اما برس الحنينة كان فما كعبة ورقة وشوية دخان. ايا العو صاحبي برم في نيك بستخرت، اعطيتك صباع بعثرة واللي تحب على الورقة والدخان، اي برا صاحبي نايك نعم غدوة لنتنايك منك. وانت يا عم علي غدوة تصوت نعم، كيف لعبة انت ساعة ولا يا 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 تجبا؟ لا 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 ما 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 ما, ما انت كيفش، لا 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 يدي تكيف ولا يدك في ثبي، غدوة تصوت نعم باي ولا ب 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 باه باه يا 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 جا 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 با. ويش بيك توا تتكلم؟ وش مخرج صور ممك انتي من نصله؟ مستانس تخرج للزبي؟ اخرجت باش نفيقك على وضعك، خاطرك بهيم كي الزبي، ديما نقولك غيبها في جبا، غيبها في جبا راو باش يجي نهار ويفك لك بلاستيك، وانتي ما تحبش تسمع الكلام. ما تسمعش كلامه يا القفصي، اتجبا ربح بالحق، اتجبا العبيد تحبه، شوية روح رياضية، انت لعبت اللعبة وجيت فيها ثاني، مش ديما تجي الاول، ما تكونش اناني. اطلع نيك الزبي، فما مني في الابيض زادة؟ يا ولدي ديما تحشي فيه انت، كل شي عندك سهل، وديما عندك كلمة بشوية بشوية تو تعمل، بشوية بشوية تو توصل، تو تبني، تو تشري، تو تعرس. تينيك زبي كان عملتهم يا القفصي، غيبها في جبا وتفكرني، بطه في جنبه نيك وتفكرني. وكي غيبها في جبا ومعاش يمثل معايا والعباد تحبه، ماي باش تتحشالي يا كيكا، برشا ناس باش تبعثني نيك. لا صاحبي ما يبعثوكش تنيك، بالعكس باش تولي انتي نمبر وان وولد سميرة نمبر تو، وبتبعت ولد سميرة بعيد عليك برشا في التصويت. ما تسمعش كلامه يا القفصي، اتجبا صاحبك وعشيرك، ولنهار قال فيك كلمة عيب، ولنهار غدرك، اخزر بالعشرة يا صاحبي. يا ولدي انا عشرة وانا خمسة، ما لقيت ما تخرج كان نهارت اللي خرجت انا، خارج باش تنفخ عملي. يا القفصي انت اللي تكتب في السيناريوات، وانت اللي تمنتج، وانت اللي تسجل، وانت اللي لاهي بكل شيء، يجي بعد الكبول الجبا يولي نمبر وان، توا هذي لوجيك نمشيو باللوجيك احنا يا القفصي. من الاخر وعلى الاخر ما نطولو هيش وهي قصيرة، الجبا اركب عليك يا القفصي، كان ماكش باش تغيبها فيه باش يشدك على ترمتك بعصات الزيتون كيما قال لكم قبيلة في الكلاس. بس نركح فيه بعصات الزيتون على ترمتو، هاوكا من طوى في بالكم اللي يغلط على ترمتو بعصات الزيتون.
هيا اقعدوا تنايكوا في بعضكم لهنا واو باش نسكر عليكم الكوجينة. اخرجوا من مخ زبي، راني مانيش ناقصكم. شنية اللغة يا القفسي؟ زعما شكون كلامه صحيح؟ شكون باش نصدق وشكون مش باش نصدق؟ البلاد الكل باش تولي بتساور الجبة. اش قال لك اش قال عليك؟ الجبة هو رئيس العصابة والقفسي هو الوزير متاعو. الجبة نمبر وان والقفسي نمبر تو. احرك يا القفسي، احرك يا القفسي، راهي تحشيت لك وباش تزيد تتحشيلك. فيسا يا القفسي يلقى الحل. اكسيون للزبي. القفسي حل حل على شقه القفسي حاطتني في المال. القفسي تقطعني يا الفس يا القفسي، برسمك تعمتلك يا القفسي يا عالخوي. القفسي حل برسمك حل القفسي، ولا ما عادش نزل نتنفس يا القفسي. شنيا جبا تغش في الانتخابات؟ طلعت من الجماعة اللي يفرقوا؟ ها؟ تسخيل القفسي بشي عدي هيلك بالسهل؟ القفسي اقسم بالله انا خسيت يا عيل صاحبي، والله يا القفسي حل برسمك يا القفسي. يا صاحبي ارجع انت، ارجع انت نمبر وان وحطني انا نمبر تو، ولا ولا اخر واحد برسمك حلو، ولا يا القفسي لا عاد نتنفس. والله القفسي برويليه نمبر وان، قفسي يقعد كبير، كبير يبقى كبير كما يقول شلومه. القفسي برسمك يا القفسي حلو، القفسي برسمك القفسي، والله قلت على روحي يا صاحبي عليه سكه يا صاحبي. القفسي حل برسمك، والله خطير يا القفسي، والله العباد صوتت لي كيكه يا القفسي. يا جبا شد هذو يلقف في ثنية يا صاحبي، يا زي ما تقول لي اللي في مخي اللي هو في مخك يا صاحبي. يا جبا اللي في مخك هو اللي في مخي، احفر قبرك امشي احفر قبرك. القفصي صلي على النبي يا القفصي، راني خوك يا القفصي اخضر للعذرة يا صاحبي، امانك يا القفصي على هكا يا صاحبي. ايزي بي قفصي وجبا ذوكم ولا عيني ولا شنو الحكاية؟ يدي قالوا لي برا للصحراء الزبي خاطرني جيت لخراني، يا ونلقاهم في الصحراء. يدي شنو يدي حتى في الصحراء خالتين على الزبي؟ يدي وين نمشي انا خو؟ نمشي للفضاء انا ولا شنو هي الحكايه؟ احفرناي قبرك يا جبا، ما كانش باش نحفر وين. احفر قبرك يا جبا، قفسي نمبر وان يا جبا، احفرناي قبرك يا جبا. بسم الله الرحمن الرحيم، صار هذه الكل حلمة مش بالرسمي؟ ملا لعبة منيك، خان نمشي نفسخ زكم مع التصويرة من الباش لترسيلو جبا يحفر في قبره بالرسمي. يا القفصي يرحم والديك، ايجا حللنا الباب، رانا تنكنا بالشر، راي فرجي دير كاملة فيها كان حكة طن وفارغة. يا ولدي سامحني، انا الغالط اللي خرجت لك، تعرفش كيفاش، نيك روحك انتي وجبا. غيبها فيه العب له بيه، المهم خويا خرجني من هنا ونيك زبي بالنيك كان مازلت نخرج لك يا القفصي. يا خويا وسع بيبك، ديما تعيط وديما تعارك وديما تعمل في المشاكل، اتوي يجي القفصي اتوي يجي واتوي يحللنا الباب ما تخافش. يا ولدي ماني قتلك تلهي في صرمك ماك العام، خير لك لانيك نحشيلك قروني في ترمتك، تو تنفع زبي انتي وقتي انا نموت بالشر. وانتوما كالعادة اللي عجبتو الحلقة متاع اليوم ما ينساش باش يعمل كومنتير ويعمل جيم على الفيديو، واللي ماهوش عامل ابوني يدخل يعمل ابوني. هيا برا نستو. يا ولدي برجولية مكذبش اللي سمى زكمة صحرا، بالرسمي طلعت صحرا خويا، الصحرا خويا طلعت صحرا، اخرالها فيه انت، صحرا طلعت صحرا صاحبي.